ترى الرجل يا شباب أكل وشرب وشبع. بعض الناس يا شباب مجنون، يأكل ويشرب ويشبع ولا يحمد الله ولا يشكره. هذا لما أكل وشرب وشبع اتكى على أريكته يا شباب وجلس ظهره على الجدار وأخذ يتجشع. طيب احمد الله، اشكر الله، ما حمد ولا شكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مرت خنفسها يا شباب لما رآها يا شباب، لما رأى هذه الحشرة تقزز من النظر إليها لأن الشبعان، وحامت كبده من النظر إليها، فقال كلمة خبيثة. لكن الله يسمع يا شباب، والله يرى سبحانه وتعالى. قال الشرهة ليست على الخنفساء، الشرهة على الذي خلق هذه الحشرة. لماذا خلق الله الخنفساء؟ فهمتم الآن؟ يعترض على خلق الله، يقول سبحان الله في الحال أصيب بحكة في رجله، ترثوم يا شباب من ساعة مع رجله، حك الرجل بعد ساعات زاد الألم، حك مرة ثانية بعد ساعة زاد الألم، أخذ عصا يحك بعصا من شدة الحرارة، تورمت الرجل يا شباب حتى صارت رجله كجسمه. يعني الجسم وزنه مثلا 75 كيلو، الرجل لوحدها وزنها 70 كيلو، أصبح يا شباب ما عاد يمشي. لكن التاجر عنده خدم يحملونه ويذهبون به، أصبح لا يدخل دورة المياه إلا بالخادم ولا يخرج إلا بالخادم. فذوقوا فما للظالمين من نصير. تألم وضاق صدره من الحياة، ذهب إلى الاستشاري وإلى الأطباء، كل ما كشفوا عليه يا شباب قالوا الرجل سليمة ما في مرض. الأجهزة التي عندنا عجزت أن تكتشف المرض. وجلس على هالحال يا شباب 20 سنة. كم جلس؟ ترى الشباب عقوبة الله إذا نزلت لا تأمن مكر الله. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. 20 سنة، بعد 20 سنة زاره أعرابي، رجل جاء من البادية، سلم عليه، قال فلان سلمات، قال رجلي من 20 سنة وأنا مقعد منها. قال علاجك عندي؟ قال ما بقي إلا أنت، العلاج عندك؟ قال نعم، الله الله العلاج عندي. قال أكيد؟ قال نعم. قال إن عالجتني فلك نصف أموالي. قال لا، لا حاجة لي بأموالك، علاجك خفيف جدا. طيب ما العلاج؟ قال وين الخادم؟ فدعا الخادم، قال تعال يا فلان، قال اذهب الى المرحاض ودور لنا اكبر خنفسة. فهمتوا معي؟ فاحضروها، سبحان الله، صار في جسمه يا شباب رجله جرثومه لا يقضي عليها الا الخنفسة، لا يقضي عليها الا الخنفسة. ولهذا الان اللقاح الذي يؤخذ اكثر الان من الحشرات، يؤخذ من الفئران، بعض الأحيان يؤخذ من الضواطير، بعض الأحيان يؤخذ من بعض الأشياء، لقاح يعالج به الإنسان. والذي يدرس الطب يعرف هذه التخصصات. ففتح هذا الأعرابي رجل هذا المريض وأدخل الخنفساء في رجله. بعد 3 أيام سبحان الله تنفتح الرجل، يخرج القيح والصديد، تمرن مرة مرتين 3 مرات رجعت الأعصاب، بعد أسبوع أصبح يمشي على رجله. عرف حكمة الله من خلق هذه الحشرة. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء